بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الابيسود اللي فات اتكلمنا عن الفيتشرد ايمج. اليوم ان شاء الله بإذن الله راح نحكي في موضوع جدا مهم وجدا يعني نقدر نقول انه متشابك شوية وبيعمل زي confusion، يعني حبة تعارض ما بين المفهومين دول. هنحكي ان شاء الله بإذن الله عن الكاتيجوريز والتاكس، وافضل مصدر فيه ممكن تتعرف على الفرق ما بين الكاتيجوريز والتاكس هو WordPress itself. طيب بيحكى ان في يوم من الايام كان WordPress بيعتمد على حاجة اسمها كاتيجوري اوبشنز بس. طيب ايه الكاتيجوري دي بمنتهى البساطة؟ اهو كاتيجوريز allowed for a broad grouping of post topics، يعني بمنتهى البساطة الكاتيجوري دي تصنيفات. معناها ايه؟ معناها في مجموعة من البوستات التدوينات اللي بتتكلم عن موضوع معين بتجمعهم وحدة معينة بنحطها في كاتيجوري خاص بها في تصنيف خاص بها، وبعد فترة ممكن نحاول نعرض التصنيفات دي كلها في مكان معين من الشاشة. طيب النقطة الثانية بقى لما بيقولك but when you want to describe a post in more specific terms، لما بتحب توصف تدوينة معينة بكلمات دقيقة يبقى انت محتاج categories ومنها categories ومنها يعني انت محتاج categories كتيرة، علشان كده ابتدوا يعملوا لي حاجة اسمها tags. تمام كده؟ يبقى التاج هو امر مشابه تماما لموضوع الكاتيجوري، بس التاج بنستخدمها علشان نوصف بيها المقالة دي. التاجات دي يا جماعة بتبقى كيوردات، يعني كلمات مفتاحية ذات دلالة وعلى علاقة وثيقة بالموضوع بتاع البوست ده. الكاتيجوري بمثابة التصنيف العام اللي بيندرج تحت منه البوست ده. تمام كده؟ جيد، ده الجانب العام. يعني بقى هو كاتب شوية او كاتب مجموعة من الاسئلة، خلونا نطبق بشكل عملي علشان نشوف الفرق ما بين الاثنين. طيب اللي احنا جهزناه ان احنا كان عندنا تدوينتين من غير اسامي وكانوا عبارة عن تيست. تمام جيد، المرة دي احنا ضفنا تدوينة ثالثة وعدلنا في الاسامي. بيجي عندي تدوينة خاصة بالتعليم الالكتروني، وتدوينة خاصة بالكرياتيف كومونز او المشاعر الابداعي، وتدوينة خاصة بالفليبد كلاس روم او التعليم او تعلم المقلوب فصل المغلوب. انا كده عندي ثلاث تدوينات. جميل خالص، عايزك تركز معايا في نقطة واللي هي البار على الشمال، بتلاقي في حاجة اسمها كاتيجوريز وحاجة اسمها تاكس. خلينا نروح للكاتيجوريز ودي بمثابة التصنيفات. هتلاقي ان WordPress بيديلك uncategorized تصنيفة افتراضية اسمها uncategorized. طبعا انت ممكن تعمل لها edit وتعدل فيها وتفيوها والكلام الجميل ده. طيب جميل خالص، احنا كده في الطور بتاع احنا عايزين ننشئ تدوينة خاصة بينا، عايزين ننشئ كاتيجوري تصنيفة خاصة بينا. تصنيفة يعني ايه؟ تصنيفة دي معناها الباب اللي بيندرج تحت منه مجموعة من المقالات، زي مثلا بنشوفوها في مثلا كاتيجوري خاصة بالاخبار بتلاقي فيها مثلا خبر 2 3 4، كاتيجوري خاصة بالتقنية بتلاقي فيها كل ما يتعلق بالموضوعات الخاصة بالتقنية، كاتيجوري خاصة بالشروحات بتلاقي فيها موضوعات تتعلق بالشروحات، وهكذا وغيرها من النقط. يعني زي مثلا لو فتحنا مدونة مثلا حاجة زي كده ممكن تلاقي فيها الشاهد بتاعك، او ممكن تلاقي فيها مثال حي لموضوع التاجز والكاتيجوريز والتصنيفات ديت. نرجع بقى مثلا الراجل ده بيتكلم عن دي مدونة من ضمن المدونات، وفيها هو بيحاول يعني هي المدونة تقريبا بتاعته بتتكلم عن الكمبيوتر، بتلاقي فيه مثلا عنده بلوجر وجوه بلوجر عنده مجموعة من الكاتيجوريز اللي تحت.
ده يا جماعه عباره عن كاتيجوري، هو تقريبا بنسميه بلوجر، وجوه منها في مثلا شروحات بلوجر وقوالب، مثلا عنده دورات وجوه منها في مجموعه من الحاجات، عنده ويندوز وجوه منها في مجموعه من الحاجات، عنده مش عارف ايه وجوه منها مجموعه من ديت، برضه بنسميها كاتيجوريز، وجوه منها في سب كاتيجوريز، وجوه منها في سب كاتيجوريز وهكذا. ده مثلا مثال على القصه دي. طيب نرجع لموضوعنا، لو انا عايز اضيف نيو كاتيجوري بروح على كاتيجوريز وابتدي اكتب اسم الكاتيجوري بتاعي اللي انا يعني عايز ادرج مجموعه البوستات تحت منه. الجانب الثاني السلاج، السلاج ده عباره عن الحاجه اللي راح تظهر في اليو ار ال فوق في شريط العنوان بمعنى ادق يعني. الجانب الثالث البيرنت، البيرنت ده لاني عارف المثال بتاع من شويه لقيت في كاتيجوري ممكن تبقى جزء من كاتيجوري، نفس الكلام اللي حصل هنا بالظبط، انا عندي في كاتيجوري اساسي اسمه اي ليرنينج، جوه منها يعني في حاجه اسمها الفليبد ليرنينج، يعني دي عباره عن الاي ليرنينج يبقى البيرنت بتاع الفليبد ليرنينج، تمام كده؟ يبقى في كاتيجوري جزء من كاتيجوري لانها بتدعم مساله انها تكون ايه هيراتيكال، او مساله انها تبقى هرميه يعني متسلسله بالتدريج. الجانب الثالث من خاص بالديسكريبشن، لو انت عايز تحط نص واصف لها وجاست اضغط على اد كاتيجوري، تمام كده؟ ديت الفكره بتاعت اني اضيف كاتيجوري. طيب اوكي جميل، خلينا نرجع للبوست تبعنا او كل التدوينات. انا لو رحت على التدوينه الخاصه بالتعلم المقلوب مثلا يعني وعملت اديت، هلاقي ان التعلم المقلوب دي هي جزء من انا على البار على اليمين عندي حاجتين، حاجه اسمها كاتيجوريز وحاجه اسمها تاكس. انا هتكلم دلوقتي عن الكاتيجوريز. المقاله دي البوست ده تحت التعلم المقلوب ده جزء من التصنيف الخاصه بالليرنينج، وهو اساسا انا عامل له سب كاتيجوري ومسميها فليبد ليرنينج. عارف انت الامر ده اشبه بايه؟ اشبه باني مثلا عندك اوضه كبيره سميتها ايه؟ سميتها اي ليرنينج، وبعدين رحت عندك ايه؟ عندك دولاب، الدولاب ده هتسميه الفليبد ليرنينج، وجون من الدولاب ده هتبتدي تحط ايه؟ هتبتدي تحط مثلا مجموعه من الهدوم اللي هي كانت خاصه بالارتكلز تبعك اللي انت عايز تخليها تتكلم عن الفليبد ليرنينج. الامر ده مشابه لكده، ده الفايده من موضوع الكاتيجوريز يا جماعه. طب لو انا رحت عند التعلم، او انا لو رحت عند التعلم المقلوب مثلا عند الموقع بتاعي، هلاقي اني ادي البوست، هي بوستد في ان اي ليرنينج وفليبد ليرنينج، يبقى ده الكاتيجوري. حتى لو بصيت هتلاقي اي ليرنينج الكاتيجوري وفليبد ليرنينج. طب انا لو ضغطت على الاي ليرنينج الكاتيجوري الخاصه بالاي ليرنينج اهو، بص فوق بقى هيقول لك بص يا سيدي الدومين بتاعك وبعدين كاتيجوري واي ليرنينج، اي ليرنينج ده الاسم اللي انت كنت كاتبه في السلاج، تمام كده؟ وهيروح يجيب لك كل الكاتيجوريز اللي اتكتب او كل البوستس اللي اتكتبت جوه منها الكاتيجوري بتاع اي ليرنينج. انا كان عندي موضوعين اتنين بس، موضوع كان خاص بالتعليم الالكتروني وده كان واخد الكاتيجوري في اي ليرنينج، والموضوع الاولاني اللي هو كان خاص بالتعليم المقبول اللي هو كان واخد اتنين كاتيجوري، واحده كانت الفليبد والاي ليرنينج. تفهمني؟ ديت الفكره بتاعت مين؟ ديت الفكره بتاعت الكاتيجوريز بشكل سريع جدا، وان شاء الله باذن تكون واضحه ومفهومه وبسيطه. الجانب الثاني الموست يوزد، الحاجات اللي انت مستخدمها بشكل كتير. طبعا انت ممكن تنشئ كاتيجوري باد نيو من هنا بالوزارد ده، وممكن تكتب الكاتيجوري وممكن تضيف لها البيرنت والكلام ده، نفس الفكره من انك بتحاول تنشئها من على البار على الشمال. طيب الجانب الثاني بالنسبه ليه التاكس يا جماعه، على نفس الوتيره بالظبط. التاجات دي يا جماعه عباره عن ايه؟ عبارة عن كيوردات، الكيوردات دي بتبقى وصفة لمين؟ للارتكل او للموضوع ده سبيسيفيك على وجه التحديد، ودي ممكن يكون فيها كلام ايه يعني مشابهات او زي مفردات، حاجه بتدل على حاجه وهكذا. دي طبعا مش بتدعم انها تبقى حاجه جزء من حاجه او كده، نفس الفكره الاسم والسلاج والديسكربشن واد نيو طبعا، بس مفيش موضوع البيرنت لان هنا ايه دي كلها بتكون عباره عن تجاعيد. شكلها بيكون ازاي؟ مثلا لو انا كنت موجود في النص، خلوني ارجع مره ثانيه على الصفحه الرئيسيه للموقع، مثلا في التعلم المقلوب انا كنت حاطط تاج بفليبد ليرنينج، لو انا ضغطت على فليبد ليرنينج هيروح يجيب لي كل الحاجات اللي واخده التاج اللي اسمه فليبد ليرنينج. طب ايه الفكره من دي؟ الفكره من دي بقى ان السيرش انجنز بتحاول، ده موضوع يخص السيرش انجنز، التاجات دي يا جماعه، الناس اللي اتعاملت مثلا مع تويتر او كده تلاقي ان موضوع التاجات ده بيخدم السيرش انجن اوبتمايزيشن علشان يحاول يدور لك على الامور المرتبطه بالتاج ده، تمام كده؟ يعني ايه؟
الجاست الكاتيجوري بيكون تصنيف عام، بوابة كبيرة الامبريلا الشمسية اللي بتجوا انت تحت منها، تمام كده؟ لكن تحت من الشمسية انت ممكن تحط حاجات كتير جدا، وده اللي بيكون عبارة عن التاج، ممكن تحط حاجات متبدلة، تمام كده؟ لكن بتوصف بدقة مين الشخص اللي واقف تحت الشمسية دي، تمام كده؟ ده موضوع التاجات يا جماعة. فممكن تكرر التاجات عادي جدا، هو بس بيقول لك انك ليميتيشن عندك تقريبا في حدود 15 تاج، الله يعني على حد كلامهم هم المتاح لك 15 تاج على كل توبيك، ده على حد وصفه هم. خلينا نشوف الرقم تهمني كاتيجوريز هاو ماني، انا يعني ربما تكون تاهت مني الفكرة بتاعت العدد بتاع التاجات، بس هو تقريبا بيقولوا لغاية 15 تاج. اللهم خير. ده بالنسبة للفرق ما بين الكاتيجوريز والتاجز، وضروري جدا انك تحاول تقسم الكونتنت بتاعك لمجموعة من الامور اللي لو ليها اطار كامل او واحدة واحدة ده عبارة عن كاتيجوريز، الامور اللي ممكن تفرد لها كيوردات انت هتحاول تحط لها التاجز، وطبعا الحاجات دي ممكن تتكرر، وممكن اكتر من توبيك يكون ليه اكتر من تاج ويتحط في اكتر من كاتيجوري، الامر عادي جدا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.